السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم بأطيب الأكلات العراقية. واليوم حابة أقدم لكم طريقة عمل كباب الخضروات. هسه هنا أنا عندي باذنجان، مثل ما تشوفون عن الباذنجان عندي كلش كبيرة فقسمتها بالنص، شجر، بصلاية، وهنا أنا عندي السلري. السلري اللي هو يعطي طعم الكرافس ويعطي طعم كلش طيب، وهو اصلا يعني كل زين للصحة. وحبتين طماطة في الفلاية، وهنا أنا عندي بيضة، بس مثل ما تشوفون البيضة هنا أنا عندي كلش صغيرة، فما ادري يجوز اخلي بيضة لخة. والبهارات راح استخدم 7 بهار وثوم باودر و الفلفل الاسود وملح طبعا وطحين. هسه هذني راح اسويهن بالمبراشة او بست البيت، بست البيت المبراشة مالتها. واذا ما عندكم ست البيت سوها بالمبراشة العادية، واذا تقدرون ثرموها بايديكم هم يطلع كلش طيب. هسه هذا شكله ورا ما سويته بالمبراشة مال ست البيت. هسه راح اضيف له كوب من الطحين، راح اضيف له ملعقة صغيرة من الثوم الباودر ورشة فلفل اسود. راح اخلي له ملعقة اكل 7 بهار، وملح اخي نص ملعقة اكل، هسا نمزجه كل زين. طبعا احسن مزج يكون بالايد، وانا هنا أنا خليت للبيضة فراح اسوي بايدي. هسه هذا الكباب صارت عندنا العجينة. هسه هاي نخليها بالثلاجة اقل شي ربع ساعة، وراها نبدي نقليها بس حتى شوية يتماسك. هسه هذا الكباب انا خليته ساعتين بالثلاجة، انتو اذا تبدون يعني ربع ساعة، بس اهم شي تخلوه بالثلاجة شوية. هذا الشكل النهائي لأكلتنا لهذا اليوم، كباب الخضروات. أكلة كلش طيبة وبسيطة وسرعة التحضير. إن شاء الله رب تكونون استفاديتوا من الفيديو وحبيتوه. لا تنسون تدوسون على لايك وسبسكرايب حتى تشوفون بعد فيديو. مع السلامة.